أهلا بكم مشاهدين إلى أخبار حضرموت لهذا اليوم، والبداية مع العناوين. محافظ حضرموت يلتقي قائد المنطقة العسكرية الثانية ويطلع على أهم نتائج زيارته لدولة الإمارات. قيادة المنطقة العسكرية الثانية تنفي وقوع تفجيرات في المكلا. بن حبريش خلال مؤتمر صحفي يقول أن الحكومة تنصلت عن التزاماتها تجاه حضرموت. اجتماع استثنائي للجنة الطوارئ بوادي حضرموت لمجابهة الكوليرا. الهلال الأحمر الإماراتي واصل توزيع المساعدات المدرسية في الساحل والسلال الغذائية في الوادي. نادي شباب القطن يتوج بطلا لدوري الفقيد الدكتور عوض باوزير. التقى محافظ محافظة حضرموت اللواء الركن أحمد سعيد بن بريك اليوم في مدينة المكلا باللواء الركن فرج البحسني قائد المنطقة العسكرية الثانية. وخلال اللقاء أطلع المحافظ ابن بريك أطلع اللواء البحسني على نتائج زيارة الحكومة الأسبوع الماضي إلى مدينة المكلا في حضرموت وما تم مناقشته وبلورته على الواقع في القريب العاجل. اللواء الركن فرج البحسني استعرض أهم نتائج ومباحثات زيارته لدولة الإمارات العربية المتحدة وعدد من التقارير والخطط الأمنية الجديدة في دعم ورفض استقرار الجوانب الأمنية بعموم محافظة حضرموت. ونقل البحسني مباركة وتحية قيادة دولة الإمارات الشقيقة لقيادة السلطة بالمحافظة وقوات الأمن والنخبة على النجاحات المتوالية والانتصارات العظيمة التي رسمت معالم الدولة المدنية التي يتطلع لها الجميع. وقفنا احنا والأخ المحافظ أمام أمور أمنية وعسكرية وإدارية تخص المحافظة، اطلعنا على مستجدات الأمور والحمد لله كان التقييم إيجابي للعمل في مختلف الأصعدة، وناقشنا أمور اتخاذ إجراءات إضافية. نحن يوما عن يوم نفكر في أنه نحسن الوضع في كل مجال، ولذلك نحن اتفقنا على اتخاذ إجراءات إضافية لتحسين الأداء الإداري لتحسين الأداء الأمني والعسكري، وسوف نعمل على هذه المواضيع التي اتفقنا عليها بجدية وبسرعة وفي أسرع وقت إن شاء الله. نفت قيادة المنطقة العسكرية الثانية ما رددته بعض وسائل الإعلام عن انفجارات مساء اليوم في مدينة المكلا، وأكد قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء الركن فرج سالمين البحسني في تصريحات خاصة لقناة حضرموت الفضائية أن ما تردد عن حدوث تفجيرات في مدينة المكلا هو عار عن الصحة، وأن سماع دوي الانفجارات هو ناجم عن تفجير كميات كبيرة من الألغام تم التخلص منها عصر اليوم في منطقة الريان. قال وكيل أول محافظة حضرموت الشيخ عمرو بن حبريش العلي أن تسليم قطاعات نفطية وتوقيع اتفاقيات مع الحكومة اليمنية دون الرجوع للسلطات المحلية يعد نقضا للاتفاقات المبرمة بين السلطات والحكومة. وأكد بن حبريش خلال مؤتمر صحفي عقده في مدينة المكلا ضرورة نقل مكاتب شركات النفط من صنعاء إلى حضرموت. نحن جنبنا هذه الاتفاقيات جانبا في ظرف عندما كانت الأمور يعني تحتاج وقفة من الجميع، لبينا ندى الواجب، ولكن الآن نحن نرى أن هناك تجاوزات، يعني في بعض المطالب المتفق عليها، فنقول نطلب لفت انتباههم في هذه الجوانب التي متفق احنا وياهم عليها ان تكون التنسيق بيننا وبينهم فيما هو حق ومشروع. بس هناك احداث ترت هذه المرحله، جنبنا هذا الشيء جانبا احنا واكبنا الحدث، يعني ساعدنا الدوله. هذا اليوم نرى ان هناك تجاوزات، ان هناك شركات نفطيه تسلم دون علم السلطه نهائيا في حضرنا، قطاعات نفطيه من اختصاصنا، يعني الى جانب هضم الحقوق اللي متفق عليها هناك تسليم لقطاعات نفطيه دون علم السلطه والمجتمع في حضرنا الكل. اعتبر هذا تجاوز في حق السلطه في حق وفي الحق وفي المتفق عليه بيننا. نقل مكاتب الشركات من صنعاء الى حضرموت هذا شيء به قرار رئيس الدوله، ومن ضمن اتفاقاتنا التي مفترض ان تتم مناقشتها الى الان لم ينفذ شيء منها. على الرغم من ذلك نراهم وزير النفط الخارج يوقع اتفاقات مع شركات على تسليم قطاعات من ديانو الى بتروسيلا الى مثل هذا النوع من دون علم السلطة من دون مراعاة الاتفاقات اللي بيننا. إذا لم تكون هناك تجاوب فنحن ممكن نبلغ رئيس الدولة، ممكن نخبر التحالف يعني يكون على علم هذا الشيء، نحن والمحافظ ولنا رأينا بعدين فيما هو الخطوات اللي تتخذها مع المجتمع. يعني نحن والمجتمع.
وإلى وادي حضرموت، حيث عقدت لجنة الطوارئ بوادي وصحراء حضرموت اجتماعا استثنائيا للحد من انتشار وباء الكوليرا برئاسة الوكيل المساعد لشؤون مديريات الوادي والصحراء عبد الهادي التميمي وبحضور مدراء عموم المكاتب المختصة. الاجتماع وقر تشكيل لجنة عليا برئاسة وكيل محافظة حضرموت من أجل منع انتشار الوباء بين السكان والحد منه ورفع الوعي الصحي لدى المواطنين حول الوقاية السليمة من المرض وتعزيز دور الترصد الوبائي وتأهيل الكادر الطبي مهاريا وتشخيصيا وعلاجيا. وقال مدير عام مكتب الصحة العامة والسكان أنه حتى اليوم لم تسجل أي حالات إصابة بوباء الكوليرا. من ضمن مخرجات هذا الاجتماع وهو تشكيل لجنة عليا مركزية برئاسة الأخ الوكيل وأعضاء مكاتب الجهات ذات العلاقة. الخطوة الثانية أو اللي نوقشت في هذا الاجتماع أنه تعزيز أو رفع مستوى التثقيف الصحي والوعي الصحي لدى المواطنين حول النظافة الشخصية وحول سبل الوقاية من المرض وكيف التخلص منها. المرحلة الثانية أو الثالثة اللي هي رفع حساسية الترصد لدى مكتب الصحة ونظام الترصد في حالة لحدوث الوباء للاكتشاف المبكر لهذا الوباء لا سمح الله. بالنسبة لنا في وادي حضرموت الحمد لله وفي حضرموت كلها إلى حد الآن لا توجد حالات مسجلة، لكن علينا أن نحترز بدعوة كل الجهات ذات العلاقة لمحاولة إصحاح البيئة الصحية، كذلك دور الجهات في قضية الترصد، في قضية كل ما يتعلق بالاحتراز من المرض، في حركة المسافرين، في استعدادات المستشفيات، أماكن العزل للحالات إذا وجدت. إيقافيا، دشنت هيئة الهلال الأحمر الإماراتي في مديرية بيرون ميفع اليوم توزيع المساعدات المدرسية بحضور السكرتير محافظ حضرموت لشؤون الإغاثة والإعمار رياض بن طالب الكثيري ومدير عام المديرية صلاح الباص. شوقي التميمي المنسق الميداني لمشاريع الهلال الأحمر الإماراتي قال إن توزيع المساعدات المدرسية يأتي في إطار الدعم المقدم من هيئة الهلال الأحمر لمحافظة حضرموت في شتى المجالات وفي مقدمتها قطاع التعليم. ندشن توزيع عدد من الطاولات المدرسية والحقائب المدرسية بعد أن قمنا في وقت سابق بتوزيع ذلك في المكلا، وإن شاء الله نستمر في دعم المدارس. نقدم الهدية المقدمة من هيئة الهلال الأحمر الإماراتي للمرفق التعليمي، وعبارة عن 100 طاولة مزدوجة وشناط وأدوات مدرسية وسبورات للمجمع التعليمي، وهذا هدية من هيئة الهلال الأحمر الإماراتي من العطاء المستمر للهيئة مع النظر والاطلاع على الحاجات الضرورية للترميمات التي تكون في حاجة لهذا المجمع التعليمي في المديرية بروم ميفع كاملة. أما في وادي حضرموت فقد دشنت الحملة الإغاثية الرابعة المقدمة من هيئة الهلال الأحمر الإماراتي لتوزيع 1100 سلة غذائية لأهالي منطقة تاربة. وأفاد مندوب الهلال الأحمر الإماراتي بسيون عيض العويني أنه تم توزيع السلال الغذائية لأكثر من 13,000 أسرة داخل مناطق سيئون. من جانبه شكر عاقل منطقة تربية بمدينة سيئون محسن العامري الجهود الإماراتية الممثلة بالهلال الأحمر على تقديم السلال الإغاثية للتخفيف من معاناة المواطنين. الحمد لله وتوفيق، وتم الانتهاء من توزيع السلال الغذائية المقدمة من الهلال الأحمر الإماراتي لمديرية سيون، وهذه منطقة تربة آخر مناطق المديرية وهي أكبر مناطق المديرية، وتم توزيع السلال الغذائية على مديرية سيون 13,000 أسرة مكونة من 4 أصناف رز ودقيق وسكر وزيت. هذه المرحلة الثالثة من المعونات التي يقدمها الهلال الأحمر الإماراتي بمنطقة تربة بحضرموت بشكل عام، ونحن اليوم حضرنا في هذا اليوم السبت لتدشين هذه المرحلة، وبدورنا نشكر ونقدر الجهود التي يبذلها الهلال الأحمر الإماراتي من معونات ومن خدمات جليلة لأبناء محافظة حضرموت بشكل عام ومنطقة سيون وتاربة بشكل خاص. يعني رياضيا، توج نادي شباب القطن بكأس دوري الفقيد عوض سالم باوزير بعد تغلبه على نادي شبام بركلات الترجيح.
في نهائي مثير وقمة كروية تعادل فيها الفريقان بهدف لكل منهما. ونال جائزة هداف البطولة حسين بن إسحاق لاعب نادي شباب القطن، فيما نال زميله في الفريق سعد الأرضي جائزة أفضل لاعب في المباراة. ختام الدوري المقام برعاية وزير الشباب والرياضة نائف البكري ومحافظ حضرموت اللواء أحمد بن بريك، ونظمه نادي القادسية الرياضية الثقافية الاجتماعية بمديرية ساه، حضره الوكيل المساعد لشؤون الوادي والصحراء بمحافظة حضرموت عبد الهادي التميمي. الرعاية من قبل اللواء أحمد سعيد بن بريك محافظ المحافظة، والأستاذ نايف صالح البكري وزير الشباب والرياضة أعطى دافع للأندية بمشاركة عدد 12 نادي، كان مكتب الشباب والرياضة المشرف على هذه البطولة، وإضافة إلى فرع الاتحاد اليمني لكرة القدم. البطولة حظيت بمتابعة جماهيرية كبيرة وعدد من الإعلاميين وعدد من الشخصيات الاجتماعية والسياسية على مستوى وادي حضرموت. مباراة كانت جميلة، بدأ نادي شبام بالسيطرة على المباراة وسجل هدف المباراة، ولكن الحمد لله استطعنا بجهود الشباب تعديل النتيجة. وبهذا الخبر نكون مشاهدينا قد وصلنا إلى ختام أخبار حضرموت، في أمان الله.